مقيم حاليا بمخيم الزعتري، لاجئ سوري، اجيت على المملكة الأردنية الهاشمية 15/8/2012 مع عائلتي وعائلة أخي. عائلتي مؤلفة من 7 أشخاص، ابني وبناتي وزوجة ابني، إضافة إلى أولاد أخويا 4 ونسوانهم 2 ومرت أخي. إحنا هربنا من هناك من لهونة من أجل الأمان، إنه بعدنا عن القذائف وجينا لهون مشان الأمان، ومنحب وعلى أساس إنه إحنا أقدمنا إلى المملكة الأردنية الهاشمية إنه اللاجئين بصير لهم بطلع لهم فرص هجرة على أي دولة بتحب إنه تستضيفهم، وإحنا من 2012 للتاريخ هذا ما حدا عرض علينا أي موضوع من هالناحية. كيف البرنامج الأغذية العالمي؟ كيف البرنامج الأغذية العالمي هون عندنا الدبليو هو اللي بيقدم لنا الكيبونات اللي بعطينا إياهن، ومنروح منجيب متطلباتنا من المواد الغذائية، وإضافة إلى ذلك بعطونا مادة الخبز بيساعدونا هون، وما بيخلونا انه نحتاج اي شيء الا الشيء القليل من الخضريات والفواكه فقط. وشو انواع الاغذيه اللي متوفره من خلال البرنامج؟ ايش اللي بتوفر؟ اللي بتوفر كل شيء متطلبات البيت، من لحمه، من سمنه، من زيت، من ماده الالبان والاجبان، من الزيتون، اي ماده بدك اياها حاجة البيت إلها بتروح تجيبيها على الكيبون من المول. وشو أهم وجبة باليوم؟ وجبة الغداء. وجبة الغداء هي أهم وجبة. ممكن إنه يصدف إنه يعني ما نكون يعني كل يوم طبخ، ممكن إنه نحط مواد من عندنا من البيت مثل الجبنة، مثل الزيتون، مثل المقدوس، وجبة نواشف اسمها، وجبة خفيفة اسمها. وشو بتعني لك الغداء العائلي، الوجبة العائلية؟ الوجبة العائلية هاي غدا اللي كنا حاضرينه، هاي بنعمله احنا بالمناسبات، بنحب نكون كلنا مجموعين، بنحب نمزح على الوجبة مشان نكون نستمتع بالطعام وناكل بشهية أكثر.